Cristiano Ronaldo, Ronaldo e Orfa, ma darbe Cesè le donne il portoghese, Ronaldo, 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 e è Sayed Lassiedi, Habib il Ghali, Cristiano Ronaldo, Aracrit Cesè, l'amio Mohelom 6 دقائق, l'amio Mohelom 6 دقائق, l'inè il Mauzo, l'inè il Milaf, فماش مشكل على دفاعات اتلتيكو مثل كريستيانو رونالدو، هل تمت الاعاقه ولا لا؟ الدون يتعدى، الكونتاكت موجود، رونالدو يسقط والحكم يرى دفع وانا اشاهد الدفع الاولى، وهذه الصوره الاولى من استاد الفيسنت كاديرون، رونالدو جول اسو، جول 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 ديل مارينجي، يا سيد نسيت يا حبيبي رونالدو الغالي، رونالدو يسجل كريستيانو يبصم بالعشرة على أتلتيكو هدف عاشر منذ قدومه لإسبانيا في مرمى الأتلتي 1-0 للريال الحكاية انتهت الحكاية وفات ما فماش يعني الشانس اليوم الأتلتي بهذه التشكيلة وبثلاثية الذهاب يتقدم رونالدو على يمين الجول والكرة في جول 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 دي رونالدو الليدر دي الليدر 1 المرينجي لا شيء أتلتيكو 1-0 لريال مدريد الشولو يخسر معركة الكاس الكوبا حلول وملك الحلول جارث بيل يمشي كرة واحدة اثنين جارث بيل وفيها ضربة جزاء ثانية نمبر 2 بينالتي 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 ديل مارينجي فيهاش كلام فيهاش كلام ولا واحد يناقش ولا واحد يحكي ديربي ضربات الجزاء ديربي الانطلاق من اليمين الصاروخ بيل ومن اليسار الارمادا كريستيانو رونالدو والثاني ممكن في الطريق الثاني في الطريق الثاني في الطريق ارون سوبيا ام كريستيانو رونالدو يتقدم رونالدو والثاني اهل ندبهم الهدف الثاني للريال والخامس بين الذهاب والاياب قدام الجار لاعلان بدايه المشوار ونهايه اخر المرينجي يواصل الصعود والاتلتي يبدا مسلسل الانحدار 2-0 للريال عن طريق ثنائيه كريستيانو رونالدو هدف ثاني من ضربتي جزاء ليله طويله واش تعمل يا دييغو واش تعمل يا تشولو واش تعمل هذه التشكيله لا تلاقي الريال وهو في التوب